فتعظيم حرمات الله ويعني من تعظيم الله، لأنك إذا عظمت حرمات الله دليل على قوة إيمانك وعلى حياة قلبك وعلى تعظيم حرمات الله. هذا أمر ديني وأمر قلبي حقيقة يسمعه الناس لكن لا يحسنون فهمه ولا يحسنون الاتيان به. أن تعظم حرمات الله، تعظم شعائر الله، الصلاة من شعائر الله، الأمر معروف المنكر من شعائر الله، النصيحة من شعائر الله، عظمها، عظم حرمات الله سواء المطلوبات أو المنهيات، عظمها بمعنى اعرف مقامها، لأن هذا هو لا شك هو التقوى والاستقامة. ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند الله، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فتعظيم حرمات الله من تعظيم الله، لأنك إذا عظمت حرمات الله دليل على قوة إيمانك وعلى حياة قلبك وعلى تقديرك للأوامر الشرعية سواء أوامر أو نواهي. فتعظيم حرمات الله كثير من يغفل عنه الناس، بمعنى يعني الصلاة من أعظم الشعائر، حينما تكون في قلبك عظيمة وتنقل هذه العظمة أو هذا التعظيم يعني يستشعرها الناس، بمعنى تنقلها للناس تشعرهم بعظمة هذه الصلاة وبعظمة سائر حرمات الله عز وجل، وهي كل حقوق الله، حرمات الله كل حقوقه سبحانه وتعالى.